فيري كول cool, صغنن كده وشقي شكله كيوت شكله لذيذ جدا سحر بصراحه يا جماعه ولو انها صغنن لكن شقيه قوي الحقيقه يعني شكل ايريال بودز صايع ده كان راي الفنانين في ايريال بودز لما قابلناهم في بازار كبير تعالوا نسمع ايه تاني اتقال عن ايريال بودز احدث تكنولوجيا في الغسيل والحقيقه ما كنتش متخيل ان التكنولوجيا هتيجي مصر بس هي فعلا بنستخدمها كتير قوي في البقع اللي بتقابلنا بتبقى في القماش قبل واثناء التصنيع يمكن احدث تكنولوجي بتستخدم دلوقتي لغسيل الهدوم وسهل الاستخدام بيتربي في الغساله على طول تعامل مع الملابس وبتبقي خايفه عليها فبتبقي عايزه لها منتج يحافظ عليها وهي في الاستخدام والريحه بتاعته هايله سبيشلي للبلداوني في بيالا.com نزلنا ريال بودز تقريبا من شهر وشايفين المبيعات بتاعتنا ابتدت تزيد جدا يعني اكيد اريح من الباودر واريح من الجل واكيد هستعمل اريال بودز على طول بدل ما اكتب دراي كلين اونلي هبقى اكتب لهم اريال بودز اونلي عشان خاطر عيون السرعه مش هستخدم غير اريال بودز انا فعلا مش هستعمل غير اريال بودز الستات دي قررت تغير لاريال بودز علشان عرفوا الفرق يلا انت كمان جربيه افضل نظافه اريال وبس